المصرية عم تدرس ابنها. قالت له اذكر لي اسامي الانبياء. قال ابراهيم وموسى وعيسى وبوسى. قالت ومين بوسى ده؟ قال معرفش، بس انا بسمع ابويا بيقول للشغالة والنبي بوسى. يا نهار اسود. باسم هاي الاضحية عمي وكلتك، باسم هيثم الفرة، عرفت شلون؟ قول يا الله باسم هيثم الفرة، بسم الله بسم الله، بدك تقول والله اكبر، واحد اثنين ثلاثة، بسم الله الله اكبر. الله يتقبل الله يتقبل، الله لا يعطيك العافية ويكسر هالايدين، حقها 117 ألف يا بني.